استضافت جامعة القاهرة الدكتور الكبير فاروق الباز عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا ليعرض تجربته على طلاب جامعة القاهرة ضمن الموسم الثقافي للجامعة في العام الدراسي الجديد، وشجع الطلاب خلال الندوة التي حضرها المئات على أهمية القراءة وأن يتعلم الإنسان كل يوم شيئا جديدا ويعلمه لغيره. أنا هكلم الطلبة زمايلي هنا ولا دول كأنهم ولادي، فأنا بس عايز أقول لهم زي ما الأستاذ الدكتور قال لي إن إحنا عايزين نكتول خبرتك، إزاي أنت عملت اللي أنت عملته ده؟ يعني فين أنت كنت طالب زي الطلبة دول وطالع هنا من مصر زيك زيهم، عملت إيه عشان توصل للحكاية دي؟ بس فأنا هقول لهم القصة. ندوة بعنوان تجربتي، تجربة حركة ثرية والحياتية، العلمية والحياتية. أنت تصرفت كده إزاي؟ إيه اللي خلاك أنت تروح تدرب رواد فضاء؟ إزاي عملت هذه؟ فدي تجربة. لازم تستمر في جمع العلم والمعرفة إلى الأبد. يعني ما فيش حد بيقرأ في الكتب عندي أدي، يعني أولادي أو بناتي أصلاً وأحفادي ما بيقروش أكتر مني. أنا لحد النهاردة بقرأ بتعلم أكتر منهم. فمعناها جمع العلم والمعرفة لابد أن يستمر ولا يتوقف على الإطلاق. ولازم الواحد يعني يعمل بقدر الإمكان إن هو يخلي العلم ده ينفع الناس. دي كنت اخوتها من والد الله يرحمه، كان يقول من يعلم فعليه أن يعلم الناس، كان أزاري يقول من يعلم فعليه أن يعلم الناس وإلا فلا نفع في علمه. أنا مش الناس كلها تقول لك بيستخدموا السوشيال ميديا بيضيع وقتهم، ده بالعكس، ده السوشيال ميديا ده تخليك تتعلم بأسرع وتتعلم أكتر وتتعلم من مصادر مختلفة. ده أنا مبسوط جدا من السوشيال ميديا. الناس اللي زعلانة من السوشيال ميديا مش فاهمها. لا، السوشيال ميديا هايلة جدا لأنك بتتعلم أسرع وبتتعلم أكتر. الجيل الحالي محتاج إلى قدوة، محتاج إلى منارات يستنير بها، وأتصور أن الدكتور فاروق الباز من أهم هذه المنارات. ولذلك أنا اتفقت معاه النهاردة أنه هو مش هيكلمنا بس عن رحلة كفاحه، ولكن هيقول لنا هو بيفكر إزاي عشان ينقل طريقته في التفكير إلى الطلاب. الفرق في فرق بين العلم وبين المعلومات، فإحنا عايزين نوصل للناس خبرة الحياة وطريقة التفكير. عبر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بتواجد العالم الكبير تحت قبة الجامعة، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في تعليم الطلاب طرق التفكير الصحيحة ومساعدتهم في إعداد مشروعات عمل لمستقبلهم. أول جامعة لما تعمل ندوات زي دي تبقى مفيدة لنا جدا، وبيتقال فيها حاجات كويسة بتشجعنا إن احنا يعني نطور نفسنا أكتر وكده. إن أنا لازم أعلم نفسي بنفسي، يعني مش لما حابة أتعلم حاجة أدور على أصولها، مش أدور على الحاجة الجاهزة، علشان لما أدور على الحاجة في أصولها هقدر أستفيد أكتر وأعرف معلومات أكتر. استفدت من تجربة الدكتور إن هو أتكلم عن حاجات كتير عدى بيها، واللي هو لما سافر أمريكا قد إيه كان تفكيره مختلف، إن هو عايز يوصل يتعامل مع الناس بطريقة مختلفة عن هما كانوا بيفكروا إزاي. أوضح الباز للطلاب أهمية السعي والاجتهاد والمثابرة، موضحا أنه عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد التخرج وبعد حصوله على الدكتوراه لم يكن لديه أي مانع في العمل بأي وظيفة في سبيل أن يحقق في النهاية ما يحلم به. قد ايه الشباب المصري محتاج النهارده انه يعرف اكتر ويسمع خبرات من اللي سبقونا، مش بس اللي سبقونا لكن اللي شرفونا وشرفوا مصر. كلام الدكتور فاروق الباز العالم الكبير النهارده مع طلاب جامعه القاهره كان مغزاه ازاي نتغلب على العقبات اللي بتقابلنا، ازاي نثق في نفسنا، ازاي نصدق حلمنا، ازاي نعرف اكتر واكتر، لان العلم هو الطريق الوحيد للنهضه في نظر الدكتور فاروق الباز. من جامعه القاهره فريد ادوار، سي تي في.